بسم الله. ده مشروع انا كنت شغال فيه، واحنا عملنا سيموليت، بس عايز اضيف بعض المكن اللي يمشي حواليه او بعض الاكيوبمنت. خلينا نشوف الموضوع ده هيتعمل ازاي. اول حاجه هقول له ابنت، واروح مختار اي اكيوبمنت من دول. يعني نزلت هنا تقدر تعمل لها موف عشان تبقى ماشي على مستوى الارض، وتقدر تعمل لها سكيل لو انت حابب. سبيل المثال مثلا حاجة بسيطة كده. طيب عايز أبدأ بقى أعمل موضوع الحركة ديت. أول حاجة أعملها إن أنا أروح لهوم وأقول له أنا عايز أعمل إنيميتور. هبدأ أقول له ضيف لي اللقطة ديت، حيات أسميها مثلا كور أي حاجة، وبعد كده أعمل عليها سيلكت وأقول له أد أنيميشن سيت أهيت. طيب أنا عايز العربية دي تمشي من هنا تروح لهنا مثلا، فأقول له أنا عايز أعمل أضيف كي فريم، وبعد كده هبدأ أحرك العربية بالأداة ديت، مش بالأيتم تول دي، لأ بالأداة ديت أنيميتور، وأبدأ أحرك العربية بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا أضيف كي فريم أهو بالشكل دوت. أقدر أقول له أعمل لوب، يعني أقول له توصل ترجع تاني، واقدر اضيف هنا البي بي بحيث ان هو اول ما يرجع لنقطة البداية. طب تعالى نتفرج كده. هيفضل يروح ويجي يروح ويجي وهكذا طول ما الفيديو شغال، هو بيروح ويجي. طيب انا عايزه لما يوصل للاخر يعمل روتيت، تمام؟ يعني احنا شوفنا ازاي بس مجرد يمشي. طب انا عايزه يمشي وبعد كده يعمل روتيت. هاجي هنا خلينا نحركه بالشكل دوت اهو. طيب اقول له ده النقطة الأساسية بتاعتك، طيب هاجي هنا النقطة ديت، هبدأ اقول له انا عايز اضيف نقطة ثانية بس بعد ما اعمل موف. اجي هنا واقول له ضيف لي الكي فريم دوت. طيب بعد كده هاجي اتحرك هنا شوية واقول له اعمل لي الروتيت، واقول له ده الكي فريم بتاعك. وبعد كده هقول له امشي لحد هنا موف، ارجع هنا تمام. هقول له اضيف لي الكي فريم، وبعد كده هقول له اعمل روتيت بالشكل دوت. بالشكل ده تمام. وممكن اضيف ان هو لوب والبي بي. طيب هقول له ارجع للقطة الأولانية ورينا تمشي ازاي، فهو هيمشي كده. وبعد كده يعمل الروتيت بتاعه ويمشي يرجع تاني، وبعد كده يعمل الروتيت بتاعه، وهكذا طول ما المشروع شغال ده بيعمل نفس الحركة دي. طيب احنا عايزين نضيفه للتايم لينير بتاعنا. اجي هنا واقول له اد تاسك، تمام. نقدر نسميه اي اسم احنا عايزينه، ونقول له ده كونسترين اللي هو شغال اعتقد بالاكشوال. تعالى نشوف أول تاريخ هنا كام، 3 أبريل 2012. طيب يبقى أقول له خلي ده 3 أبريل 2012، 3 أبريل. هاجي هنا وأقول له أتاش كرنت سيليكشن، وبعد كده عايز أضيف الحركة، فهقول له عايز أضيف كولوم وأقول له أنيميشن اوكي. وهاجي هنا في الانيميشن وهضيف الكرين انيميشن واقول له سيموليت، وابدا اتفرج على الحركه بتاعته.